شهر 10 تحديدا. أعتقد بأن ذلك قد يؤدي إلى نزاع. أنا يؤسفني ويحزنني أن أقول ذلك، لأن إيران وأذرعتها مثل هذه الميليشيات وهي وحدات الحشد الشعبي تاريخيا هم لا يتراجعون. أنا أشعر بأنهم حقيقة سوف يقاومون وسوف يضغطون على الولايات المتحدة وعلى رئيس الوزراء. وقد رأينا منذ أن فاز جو بايدن في الانتخابات في شهر يناير تم 30 هجمة ضد المصالح الأمريكية في العراق، بما في ذلك هجمات صاروخية نفذت من قبل هذه الميليشيات المدعومة من إيران. وبالتالي أنا لا أعتقد بأنه بهذا الاعتقال بأنهم سوف يتراجعون ويستسلمون أو سيغيرون طرقهم أو وسائلهم، بل أعتقد بأنهم سوف يستمرون بالضغط. كما تعرف أحمد تماما، العراق مهمة جدا لخطة إيران الإقليمية. حقيقة أن إيران تسعى إلى السيطرة على العراق ولبنان واليمن وسوريا، وبالنسبة لإيران فإن العراق هي حجر شطرنج هام في خطتها الإقليمية، ولن تتنازل عن العراق بسهولة. ولهذا فإن لديهم هذه الأذرع القوية والميليشيات التي تعمل اليوم في العراق. النظام الإيراني حقيقة يضغط كثيرا على الحكومة العراقية.